قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. الرب يحفظ جميع عظام الصديقين وواحدة منها لا تنكسر. فإن عيني الرب على الصديقين وأذنيه مصغيتان إلى طلبه باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخرا؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأعلما يوحنا بما تنظران وتسمعان. العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. وطوبى لمن لا يشك فيا. وبينما ذهب هذان ابتدى يسوع يقول للجميع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خلقتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمتان؟ هو ذا أهل الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خلقتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم أنه أفضل من نبيين. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي فيهيئ طريقك قدام آه
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يوحنا المعمدان كان في السجن وسمع بأعمال يسوع وسمع بكلام يسوع، سمع بمعجزات المسيح، لكنه أرسل اثنين من تلاميذه إلى السيد المسيح وقال لهم اسألوا المسيح هذا السؤال: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ والآتي أحد ألقاب المسيح أو المسيح الموعود به في النبوات، يعني أنت هو المسيح الآتي أم ننتظر آخر؟ والآتي كان لقب للمسيح معروف عند اليهود، خصوصا في مزمور 118:26 مبارك الآتي باسم الرب، وهو ده الهتاف اللي هتف بيه كل الجمع والأطفال لما دخل المسيح أورشليم، قال مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي. أنت هو الآتي، أنت هو الآتي، أنت اللي النبوات اتكلمت عنك من أول سفر التكوين في تكوين 49:10 يقول: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي الآتي، حتى يأتي شيلون. شيلون ده برضو لقب للمسيح معناه الذي له، الذي له، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو الآتي اللي تنبأ عنك حج النبي في 2:7 يقولوا: أزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم، يأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود الآتي. فالسؤال ده راحوا اثنين تلاميذ من تلاميذ يوحنا المعمدان بيسألوا المسيح: أنت والآتي أم ننتظر آخر؟ أنت والمسيح. وخصوصا أن ملاخ النبي في 3:1 يقول إيه: ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. مرتين بيقول يأتي، يأتي بغتة، الآتي هو ده اللي جه الهيكل ومسك صوت وطرد الناس اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الهيكل، هو ده الآتي المسيح الموعود به. طيب ليه يوحنا بعت يسأل السؤال ده وبعت اثنين من تلاميذه؟ في الحقيقة المفسرين انقسموا إلى رأيين. الرأي الأول بيقول لا يمكن أن يوحنا المعمدان أن يشك في المسيح من هو، والرأي الثاني بيقول أن يوحنا المعمدان بالفعل انتابه بعض الشك في ماهية المسيح من هو يسوع اللي عمده في نهر الأردن. الرأي الأولاني اللي بيقول لا يمكن إن يوحنا المعمدان يشك في المسيح، طب أرسل اثنين تلاميذ يسألوه ليه وقالوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأصحاب هذا الرأي بيقولوا إن يوحنا المعمدان لا يمكن أن يشك في المسيح لأنه جاء لكي يهيئ الطريق قدامه. هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق قدامك. ده في 10:10 في إنجيل متى ومتاخدة من ملاخي 3:1، وهو اللي كتب عنه مرقس الرسول برضو نبوة كانت في أشعية: صوت صارخ في البرية
أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ده هو جه عشان يهيئ الطريق قدام المسيح. ازاي هيشك في المسيح؟ عشان كده بيرفضوا هذا الرأي، ان يوحنا المعمدان كان بيشك في المسيح. ده كمان يوحنا المعمدان شهادته عن المسيح من اقوى الشهادات الانجيلية او الموجودة في الكتاب المقدس. يعني لما نشوف شهادة يوحنا المعمدان عن المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 1 يقول ايه؟ يقول كده: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الله، ده كان عنده اعلان عن الصليب، ان المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ومعروف ان تعبير حمل معناه ذبيحة، ويرفع الخطية ازاي؟ فكان يوحنا المعمدان ايضا له رؤية عن الصليب. ومش كده وبس، يقول ايه؟ هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي. كان قبلي يؤمن بأزلية المسيح، يؤمن أنه كان قبله. قبله إزاي؟ زي المسيح ما قال بالضبط: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فإزاي يشك في المسيح؟ وبعد كده يقول ايه: وشهد يوحنا قائلا: اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وقال كمان: الذي ارسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. فشهد عن المسيح أنه هو الذي يعمد بالروح القدس. ومش كده وبس، في عدد 34 يقول إيه كمان: وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. إيه أكتر من الشهادة؟ إزاي يقضي شك في المسيح؟ مش كده وبس، ده في الإصحاح الثالث أعجب من كده. لما حدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير في عدد 25 يقول إيه: فجاءوا إلى يوحنا وقال له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. أنت عمدته ودلوقتي هو بيعمد والناس كلها ماشية وراه. شوفوا رد يوحنا المعمدان. أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. الله، دي رسالته من السماء، ده معطى هذا العمل من السماء إن هو يعمد. معموديتي أنا كانت يدوبك علشان تهيئ القلوب لمعمودية المسيح أو للإيمان بالمسيح. أنا جيت أعد النفوس بس وهيئ الطريق قدام المسيح. عشان كده قال لهم إيه؟ قال لهم: أنتم أنفسكم تشهدون لي إني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه. يبقى كان عارف إن هو ده المسيح وهو كمان مرسل أمامه، إزاي يشك فيه؟ ويقول كمان: من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمل. فرحان أنه بيسلم العروس اللي هي الكنيسة إلى العريس، عريسها الحقيقي اللي هو المسيح، له كل المجد. وبعدين قال آية في منتهى العجب اللي هو عدد 30: ينبغي أن ذلك إيه؟ يزيد وإني أنا أنقص. وفعلا يوحنا المعمدان وهو بيشهد عن المسيح ان هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، سمعوا اثنين تلاميذ من تلاميذه، من تلاميذ يوحنا المعمدان اللي هو يوحنا الحبيب واندراوس، وسابوه وبعدين راحوا للمسيح وتابعوا المسيح واصبحوا تلاميذ للمسيح. لكن يوحنا المعمدان يقول: ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. أنا مش جاي أعمل لي مدرسة، مش جاي أعمل تلمذة،
ده أنا جاي بهيئ الطريق للمسيح، بس هو اللي يعمل تلاميذ. فعشان كده مش ممكن يوحنا المعمدان يشك في المسيح. يقول كمان الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، ولازم للأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. المسيح من فوق ويقول عن نفسه أنه هو من الأرض. الذي يأتي من السماء فهو فوق الجميع. المسيح من السماء، ده هو الله اللي ظهر في الجسد، ده جاي من السماء، لأنه هو اتكلم عن أزليته وقال أنه هو ابن الله. إيه أكتر من كده؟ يقول كمان عن المسيح الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. فإذا يا أحبائي، إذا كان فعلا ده موقف يوحنا المعمدان، طب ليه أرسل اتنين من تلاميذه عشان يسألوا المسيح أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فبيقول المفسرين إن هو حب إنه يثبت إيمان هؤلاء التلاميذ بشخص المسيح. قال لهم أنتوا لسه مستنيني، أنا خلاص إرساليتي انتهت، أنا دلوقتي دخلت السجن لأني أمثل الناموس، ومآل الناموس إلى الزوال، لأن النعمة حلت محل الناموس. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار. روحوا للمسيح وشوفوا أعمال المسيح، اتأكدوا إن هو المسيح. شوفوا هذا الرجل العظيم يوحنا المعمدان، حتى وهو في السجن وهو في الألم، لكن حريص جدا إن تلاميذه يعرفوا الحق ويتبعوا المسيح. يبعتهم لغاية المسيح علشان يتلمزوا على المسيح. ياما بنحاول نتلمز ناس لينا مش للمسيح، ياما بنحاول نجذب الناس لينا لكن مش لشخص المسيح. لكن يوحنا المعمدان يقول ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا إيه؟ وإني أنا أنقص. طيب الناس اللي بيقولوا إن يوحنا انتابوا بعض الشك في شخص المسيح له كل المجد، عشان كده بعت هذه الإرسالية أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ايه اللي حصل بالنسبة ليوحنا المعمدان يخليه ممكن يشك في المسيح؟ حاجتين هنتكلم فيهم. اول حاجة مظاهر الاتضاع في حياة المسيح. برضو يوحنا المعمدان كيهودي منتظر المسيح الملك، منتظر ابن داود الذي يقيم مملكة اسرائيل لتكون أعظم مملكة في العالم، لها قوة وجبروت حربي وجيش عظيم. بص لإيه المسيح، إنسان متواضع جدا، إنسان في منتهى الاتضاع، ليس له أين يسند رأسه، كان يصرف عليه نساء من أموالهن، محب للعشارين والخطاة. المسيح كان زي ما كتم عنه القديس متى 12 وعدد 18، هو زي فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف وفديلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. احنا عارفين ان شخصية يوحنا المعمدان كانت شخصية نارية، وكان انسان قوي. قال لهيرودس الملك بكل جرأة، لا يحق لك ان تأخذ هيرودية امرأة اخيك. وكان بيوبخ كل فئات الشعب بكل جرأة، فكان منتظر ان المسيح يكون اقوى منه. يعني شوفوا ده الكلام اللي انا كنت عايز اقوله في لوقا 3:7، يقول ايه؟ وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه، يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ فاصنعوا اسمارا طليق بالتوبه، ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابا،
لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. وبعد كده الجموع قالوا له ماذا نفعل؟ فأجاب وقال له: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وبعدين جاء عشرون ليعتمدوا منه. عشرون دول يعني فئة قوية من الشعب. قال لهم إيه؟ قال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون، يعني ناس ضباط جنود، ماذا نفعل؟ قال لهم: لا تظلموا أحد ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. فكان يوحنا المعمدان قوي جدا في رسالته، وكان قوي في الحق، وكان متقشف جدا في مأكله وفي لباسه، لكن كان منتظر ان المسيح لما يجي هيبقى قوته اقوى من اي مملكة ظهرت على الارض كلها، قوة مادية وليست قوة روحية. المفسرين بيقولوا كده عن يوحنا المعمدان، جايز يكون شك في المسيح من اجل مظاهر اتضاعه. وبيقولوا كمان انه يوحنا لما ألقي في السجن وقعد فترة طويلة في السجن والمسيح ما عملش حاجة. الله، ده أنا جاي بهيئة الطريق قدامك، ده أنا بقول ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص، ده أنا بعت تلاميذ الغطعان، ده كنت سايبني في السجن محبوس مش عايز تعمل لي حاجة، مش قادر تعمل لي حاجة، مش قادر تطلعني من السجن، أنت فعلا هو الآتي، أنت المسيح، وما سايبني كده ليه؟ سايبني مسجون ليه؟ ياما احنا بنقول كده للمسيح كتير، نقول يا رب انت بتسمعنيش، مش شايف انا في المأزق اللي انا فيه، في التجربة اللي انا فيها، في الورطة اللي انا فيها، انت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ وانت هو المسيح، امال فين قوتك؟ فين جبروتك؟ فين المعجزات اللي بتعملها؟ انت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ للأسف ان في كتير لغاية دلوقتي بينتظروا اخر، زي اليهود مثلا الذين لم يؤمنوا بالمسيح الذي جاء إلى خصتي وخصته لم تقبلوا. وفي آخرين آمنوا بآخر ليس هو المسيح. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ طب مين هو المسيح؟ رد عليهم المسيح وقال لهم بقى إيه الكلام الحلو اللي جاي ده. المسيح قال لهم إيه؟ اذهب واخبر يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعصر فيا. هذه عمل المسيح، عمل المسيح بيفتح الاعين. العمي يبصرون، مش العمي بالجسد بس، لكن المسيح جاء لكي يعطي استنارة حقيقية للقلوب التي أظلمتها الخطية. في ظلمة في حياتك، ده عمل المسيح. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ إن كانش المسيح فتح عينيك لغاية دلوقتي لأنك أنت الظاهر منتظر آخر، مفيش آخر غيره، هو الوحيد اللي يقدر يفتح العينين. هو اللي قال عنه كده: العمي يبصرون والعرج يمشون. مش قادر تمشي في الطريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية، هو اللي يمشيك. بتحاول تمشي بنفسك عشان كده أصابك العرج وتعبان في السكة، متكن على إيه؟ على أعمالك، على مبادئك، على أخلاقك الحميدة، على صفاتك الحلوة. ما ينفعش. العرج يمشون، صحيح هو يا ما شاف عرج، لكن اللي بيشفيه أكتر واللي عايز يشفيه الإنسان المتعسر في الطريق، طريق الملكوت، طريق الحياة الأبدية، يخلي المسيح الإنسان الأعرج يمشي كالإيه؟ كالأيل. الأيل اللي هو الإيه؟ الزرافة. يجري يجري، متعسر في الطريق، يخليك تجري. العرج يمشون، البرص يطهرون. البرص اللي هو الناس، مرض البرص يرمض الخطية،
ده عمل المسيح، جاي عشان يشفي مرضى الخطية، الناس المدمنين للإثم والرجاسة والنجاسة والدنس، يشفي مرض الخطية، أمراض لا عدد لها، ما نقدرش نحصرها، أمراض الخطية، خصوصا أمراض الزمان الحاضر اللي أصبحت تتمثل في الإنترنت والأفلام والبورنوغرافي وحاجات صعبة، والسرقة والاحتيال والنصب والمكر والغش والرياء والحسد، أمراض البرص وتخرون. أدي عمل المسيح، أنت هو الآتي أم أنتظر آخر؟ أنت هو الآتي. عمل المسيح واضح، واضح في ناس كتير، مش واضح فيك ليه؟ قول له يا رب أنا أؤمن أنك أنت المسيح وهو يشتغل فيك، أنت المسيح المخلص الموعود به، وهو يبتدي يفتح عينيك، وهو يبتدي يخليك تمشي، وهو يخلصك من كل أمراض الخطية. الصم يسمعون، تسمع الإنجيل وتفهم، الصم يسمعون، الموتى يقومون، اللي ماتوا بالخطية يقوموا فعلا لحياة أبدية، المساكين يبشرون، لأن البشارة لا يقبلها إلا المساكين. إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمرتعد من كلامي. ربنا يدينا نعمة علشان إن احنا لا ننتظر مسيحا آخر. المسيح هو المصلوب على خشة الصليب الذي يخلص بالتمام جميع الذين تقدمون به، لأنه إذ هو حي في كل حين لكي يشفع فيهم. للهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.